مشكورين لجهودكم الكافحة ومين جاي؟ صباح النور بحضرة النائب. الله معك. طول العمر. طول العمر. جماعة اليوم أنا بدي أعلن عن قرار صدر من مجلس الوزراء اللي هو تحت إشراف ورعاية دولة الرئيس مياتي اللي هو المبنى الشرقي للمطار. اليوم نحن في صدد إعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة عالمية عبر إدارة المناقصات وفقا لاستدراج عروض وقانون المحاسبة العمومية لإنشاء المبنى الجديد الشرقي للحج والعمرة والزيارة واللو كوست كارير والتشارتر رحلات العارضة. هيدا بيوفر تقريبا المشروع قيمته 70 مليون دولار، هيدا بيوفر المئات من الوظائف، هيدا بيوفر مبنى جديد حنسميه إن شاء الله تيرمينال نمبر 2. هيدا التندر تقريبا تكلفة المشروع ب 70 مليون دولار، أنا من الخزينة العامة لن أنفق ولا دولار، نحن حنفتحها للقطاع الخاص، لأنه دولة الرئيس من 3-4 أيام كان في باتحاد الغرف العربية وقال إنه لبنان حاضنة للقطاع الخاص، نحن عم نطبق ما قاله دولة الرئيس وما هو هدف للحكومة دولة الرئيس، نحن عم نطبق الشراكة مع القطاع الخاص في أهم مرفق عام للدولة اللبنانية لحتى نقدر نزيد الإيرادات ونفعل هذا المطار.